الدقائق العشر الاخيره من مباراه الرياضي والوثبه الرياضي لاول مره بيدخل الى كوارتر اخير وبيكون متاخر بهالفارق الكبير 14 نقطه والفارق لمصلحه الوثبه بعد ما شتت ثلاثيات بسلتنا. اكبر ليد عم يعمله واكبر فارق عم يعمله الفريق السوري بهالاثناء. جيريمي هون كان عم يتعرض لخطأ جديد. خطأ جديد رح يحصل عليه جيريمي وفرصة جديدة لإله. على الفري ثرو لاين. نجح بهالمحاولة جيريمي كويسنر. الثاني ايضا لجيريمي 17 نقطة لجيريمي كويسنارد عنده 4 من 5 على المسافة المتوسطة و2 من 6 على المسافة البعيدة إضافة لثلاث ستيلز و2 اسيست بالمباراة لحد الوقت لجيريمي كويسنارد. رودريك عقل منو اللي عم بلال طبارة عم يطلبها على اللوب بوست داريان تاونز. بلال بحاول يوصلها لداريان بتضيع. ليه عم نتفنن؟ ليه عم نتسرع؟ مثل ما عملوا هن هلا وقدرنا نحن نستفيد. عمر الايوبي عم يقدر يرجع على ارض الملعب من ناحيه الفريق السوري بالوقت يلي هايك حاول يسجل من 3 بوينتس على الارك ما نجح هايك. داريان تاونز عم يقدر يعمل كنترول على طابته. هشام بيستردها. يلا بلال. بلال طبارة. بلال طبارة 4 ثلاثيات اليوم لبلال طبارة يلي عم يتقمص شخصية أمير سعود عن الأرك. بلال طبارة عم يسجل رابع ثلاثية. ايه بسلاحهم خلينا نحاربهم بنفس الطريقة خلينا نحاربهم. جيريمي بيضرب مسافة كثير بعيدة. تعليق على يلي عمله جيريمي كريستار. مخيف مرعب يلي عمله جيريمي من مسافة عن جد بعيدة. قدر يسجل تركيز عالي اليوم عند اللاعب الأمريكي. بيعرفوا الوثبة كثير منيح إنه فوزهم اليوم قد ايه رح يخليهم رح يخليهم فرصه للتاهل. الوثبه رح يصير عنده 6 نقاط. هوبس رح يكون عنده 6 نقاط. طبعا الوثبه في حال فاز بكره ما فاز هوبس هو رح يتاهل. هوبس في حال فاز حتى لو فاز الوثبه رح يتاهل بفرق المواجهات. بيبقى انه نحكي عن الترتيب بكره بعد نهايه مباريات المجموعه الاولى، لكن الاكيد انه رياضي رح يكون هو زعيم المجموعه وسلا اكيد مرشح كبير ليكون بالمركز الثاني. ما هون ايضا اوفنسيف فاول عم يعملوا هشام الحلو. 16 نقطة الفارق. بس البوجي عم ياخذ مكانه لداريان تاونز. جيريمي لزكريا. زكريا ايضا بمحاوله جديد من بعيد. زكريا الحسين 5 ثلاثيات ناجحه لزكريا الحسين يلي رصيده 17 نقطه بيناتهم 15 عن الارك. اليوم يومه لزكريا الحسين والاكيد انه اليوم مش يوم بس البوجي والرياضي. تيرن اوفر جديد على فريق الرياضي. رودريك رودريك بياخذ الاتمت من برا ما بيسجل. رودريك وين الريباوند؟ وين الريباوند؟ بوزيشن رح تنتقل مره جديده للفريق السوري. هدوء تام بالمدرجات اللبنانية بينما الجمهور السوري ما عم يهدى باللحظات. فريقه متقدم بفارق 19 نقطة. وأيضا محاولة جديدة. رودريك ياخذ الريباوند. بس البوجي لرودريك مرة جديدة. هشام هشام ما بياخذ الشوطه بوجه الايوبي بقرر يخترق. ايضا عم يخسر طابته هشام الحلو.
لكن بسرعه عم يستردها. برافو هشام، برافو سبيريت، عم يعمل ستيل جديد هشام الحلو. رودريج للطباره من برا، الطباره ما بيسجل. باسل، باسل ما قدر يعطينا سكند شانس. جيريمي برواق لعامر، عامر بجرب يدخل، بيعمل سبين موف وبيحصل على خطا عامر الساطي. رودريج مرة جديدة على البنش، ميغيل ان للوقت يلي مازن منيمنة ايضا عم يتحضر للدخول. عامر الساطي بسجل محاولته الاولى. عامر بذكركم مشاهدينا عبر شاشة وان وصفحة ام تي في على الفيسبوك رح تقدروا تتابعوا معنا مباراة مايتي سبورتس الفلبيني وبيروت ابتداء من الساعة 7 بتوقيت بيروت. ميغيل هو يلي عم يطلع الطابة حاليا، الفارق عم بزيد 21 نقطة بالوقت الحالي، الفارق لمصلحة الوثبة مع باسل. باسل بالميد رينج شوت بسجل باسل بوجي، برافو يا باسل، النقطة الثامنة لباسل بوجي. جيريمي، جيريمي، جيريمي بجرب يخترق وبيحصل على خطأ جديد. خطأ على مازن منيمني والخطأ الرابع بهالكوارتر على فريق الرياضي. فينا نقول كل شيء عم يصير بالوقت الحالي عم يمشي تمام لمصلحة الوثب السوري. هايك قبل 6 دقائق و15 ثانية على نهاية الجيم. هايك لباسل، باسل، باسل شو ممكن يعمل؟ ايوبي عم يدافع عليه، اجريسيف عم يكون بالديفنس الايوبي وزملائه. هشام الحلو شامب شوت وعم بيسجل هشام الحلو. يلا يا حلو نقطتين 60 77، 17 نقطة ما خلص شيء، 6 دقائق متبقية على نهاية هالجيم، وقت كثير طويل بعالم الباسكتبول لنعمل الكامباك الكبيرة ونقدر نفوز بالمباراة. Only this 6 minutes. Play very good defense. Fight! Fight! Every rebound! Fight! Offensively, I'm gonna have a diamond. We play diamond, it's good. We play home, it's good. We play two up, it's good. Very quick, defensively, offensively. Slow down now, slow down, offensively, guys. Slow down. Come on, come on. Hey, let's go. Let's go. No, no, no. Come on. Let's go. Win. ست دقائق إذن على نهاية الجيم الرياضي أمام امتحان صعب. عزام الحسين بالتايم أوت مطالب فريقه بالشي غير بأمر واحد هو الديفنس، الديفنس، الديفنس. مع أيضا زكريا الحسين لكريس دانييلز بسهولة تامة. كريس دانييلز مع البورد عم يسجل نقطتين جداد. كريس دانييلز باسل بياخذ محاولة جديدة ما بينجح فيها. جيريمي هو اللي عم يلم الريباوند. كريس دانييل صار عنده 14 نقطة بمباراة اليوم. أيضا زكريا، كريس
كريس من جديد هايك هايك شو هيدي هايك جيرمي جيرمي هشام الحلو عم يدافع عليه من جديد بدنا نكون ديفاس بالوقت الحالي واكيد فعاليه هجوميه لكن الامور بصراحه عم تكون صعبه كثير لانه مارسيلو كوريا عم يقدر يسجل مره جديده برام وسجل على مازن منيمني الامور عم تصعب اكثر واكثر على الرياضي مع هايك 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 بروح باتجاه السلة وبسجل هايك سبع نقاط لهايك يوكشيان الرياضي رح ينهي اليوم الدور الأول وأكيد نأمل إنه الرياضي ينهي الدور الأول كنا بانتصار لكن على ما يبدو صعب تصير هالشغلة بظل التألق الكبير يلي عم يعمله جيرمي بمباراة اليوم وزملائه 22 نقطة لجيرمي بالمباراة ميغيل باسل على الأوبوس بدارو مارسيلو كوريا صعب يبرم على مارسيلو كرمال هيك باسل بلاقي برا هشام الحلو يلي بياخد الشوطة ما بيسجل هشام ما بيسجل هشام وصافرة جديدة وخطأ جديد باسل هون طبيعي اللي لعبها لهشام الحلو خطأ لمصلحة باسل بوجي 3 دقائق و56 ثانية أنس شعبان مرة جديدة رح يكون موجود على أرض الملعب باسل تحت الباسكت بيبرم على كريس دانيز بايده الشمال بسجل برافو يا باسل بياخذ سكند تشانس وبيحصل على الخطا بقلب كبير عم يواجه كريس دانيز باسل بوجي نقطة أولى لباسل بوجي من هالمحاولتين ونقطة أولى على الفري ثرو لاين تاني ما بيسجلها باسل أنس شعبان كريس دانييلز غوتسبي كان عنده انتصار واحد وبصعوبة كبيرة بعد أوفر تايم على الجامعة الأمريكية بدبي يوم الأحد بفرق 3 نقاط 93-90 بالوقت يلي جيرمي بمحاولة جديدة ناجحة يوم جيرمي ما عم بغلط ما عم بضيع أيضا باسل باسل بجرب يخترق مقطوعة من جيرمي مرة جديدة الأمور عمليا عم تنتهي أكثر وأكثر على أرض الملعب الفرق 22 نقطة أكيد سلسلة الثلاثيات يلي سجلوها الفريق السوري قتلت المباراة بشكل كبير مع كريس دانييلز بجرب يخترق بوزيشن بتبقى مع الوثبة وكريس 4 سكندز 4 ثواني ميغيل ميغيل بروح باتجاه السلة بحاول يوصلها لباسل هشام الحلو مثل العادة الفدائي هشام الحلو بدي اسميه دائما يعني بحاول يسترجع الطابة هشام الحلو 22 نقطة قدر يعمل فارق هيدا أكبر ليد أكيد يعني أكبر ليد عمله الرياضي بالمباراة كان 5 نقاط لكن فارق الحالي
هو الأكبر أكيد ولا مصلحة الوثبة. رغم أنه الرياضي كان أفضل تحت السلة. هشام الحلو هون عم بسجل. ثانيات لهشام أوف ذا بنش. طبعا السيطرة لنا تحت السلة والسكند شانس اللي أخذناه وسجلنا منه 21 نقطة مقابل 7 بس لفريق الوثبة. ما قدرنا يعني نترجمهم بشكل كثير كبير إلى تقدم مريح. فارق 20 نقطة بالوقت الحالي. مارسيلو كوريا راح يكون عنده محاولتين على الفري ثرو لاين. أربع أخطاء على ميغيل مارتينيز، ثلاث أخطاء على باسل بوجي. المقابل جيريمي وأنس شعبان هن اللي عندهم ثلاث أخطاء من ناحية الوثبة السوري. بكره بذكركم مشاهدينا على الساعة 1 مباراة هوبس مع أيو دي الجامعة الأمريكية بدبي، المباراة الوحيدة بكره لأنه رح تكون منقولة مباشرة عبر وان وأكيد ام تي في على السوشيال ميديا، لأنه الفرق اللبنانية أو الفريقين اللبنانيين الآخرين رياضي عم ينهي مشواره بدور مجموعتين، بينما بيروت رح يلعب مباراته الأخيرة بعد شوي أمام مايتي سبورتس الفلبيني. بيبقى هوبس عنده مباراة بكرة رح نتابعها عبر شاشة وان مع مارسيلو كوريا. بوجه داريان تاونز على لوبوس ما بيسجل، بس البوجي أخذ الريباوند الدفاعي. داريان تاونز عنده دبل دبل بهالمباراة ب 14 نقطة و10 ريباوند. بالمقابل أكيد جيريمي الأفضل من ناحية الوثبة بنقاطه ال 24، عنده أيضا 6 ريباوند و4 أسيست. باسل عم بسجل على الفري ثرو لاين مرة جديدة. أرقام باسل بوجي بهالمباراة 12 نقطة لحد الوقت و13 نقطة صاروا مع 6 ريباوند لين ستيل. وثلاثة بلوك شوت. كوريا لكريس، كريس دانييلز بجرب يخترع على باسل وبسجل. كريس دانييلز ايضا مباراة كبيرة، مباراة كبيرة لكريس دانييلز. مارسيلو كوريا والمدرب السوري عزام الحسين يلي عرف يطلع الافضل من لاعبينه بهالمباراة. بصراحة الوثبة قادر يقدم مباريات حلوة في حال كان مركز، عنده ايضا البوتنشل انه يزعج الفرق الكبيره. اوكي الرياضي ما لعب اليوم فول باور، لكن بين البوتنشل الموجود عند فريق الوثبه. والاكيد الرياضي عندما يرجع مايك افيبرا، دوين جاكسون، وائل عرقجي، امير سعود وباقي اللاعبين يلي ما شاركوا اليوم، الامور رح تكون مختلفه. من لاعبين من الرياضي بس شاركوا بهالمباراه، بلال طبارة بمحاولة ثلاثية جديدة ما بيقدر يسجل. بلال عنده أربعة عن الأرك كان بلال طبارة اليوم. والمباراة عم تنتهي فير بلاي 88-67، إذا هي النتيجة النهائية بهاللقاء المثير جدا ببدايته واللي قدر بنهايته يقتلوا الفريق السوري ويفوز ويحقق انتصاره الثاني بدورة دبي الدولية ال 31. الرياضي بيشوفكم بالدور ربع النهائي والاكيد بصوره جديده وبوجهه المخيف المعتاد للدفاع عن لقبه. وانا اكيد مشاهدينا بعد شوي بلاقيكم عبر شاشه وان لمتابعه مباراه بيروت ومايت سبورتس الفلبيني، على امل انه نحتفل سوا باول انتصار لبناني اليوم قبل الاخير من تصفيات المجموعتين في دوري دبي الدوليه ال 31 لكره السله. من هون لوقتها بدي اودعكم واقول لكم الى اللقاء.